الوطن ليس أرضا نعيش فيه وفقط، لكن هو كيان يعيش فينا، ويوم الاستقلال ليس كباقي الأيام، وتاريخه ليس كأي تاريخ، بل هو هناء صنعه رجال عظماء ولم تصنعه المصادفة. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. يوم الأحد الخامس من شهر جويليا 2020 هي ذكرى سيحفرها التاريخ بأحرف من ذهب، كيف لا وقد تزامن عيد استقلالنا بجلب رفات شهدائنا الأبرار، يوم عادت فيه أرواح أبطالنا إلى الأرض المسقية بدمائهم ليرقدوا في هناء ويتنفس الجميع نسيم الحرية. كبيرا وصغيرا أبوي الحضور في هذا اليوم لدفن الرفات الطاهر في مقبرة العالية وبحضور رئيس الجمهورية الذي أشرف بنفسه على العملية في يوم خلق للجميع مشاعر مختلطة بين الفرحة والدموع والفخر والاعتزاز. والله راني فرحان ونبكي، والله راني فرحان ونبكي، وهذا الليلة وين يرقدوا هنيين، يرقدوا في بلادهم، أرواح دور في بلادهم، الأرواح تاعهم اللي ضحوا عليها دور في أرواح هنا. نعم هنا الأرواح نتاعهم دور في الجزائر، يفرحوا يفرحوا، يرقدوا متهنيين، يرقدوا هنيين، كانوا خازنين تحت الأرض. ويقول لك حقوق الإنسان، أنت تعرف حقوق الإنسان؟ ها عندنا امرأة قتل ما كنتش تقاورينا ناكلوا، جابوا لها واحد قالوا هاولي، لأن قلت لي شوف حقوق الإنسان، قلت له عندهم مواليه عندهم خاوت وعندهم يمات يفكوا عليه كيما نهار نبكي. أنا فرحان بزاف كي جابوهم منا، وإن شاء الله يزيدوا يجيبوا كامل اللي راهم في فرنسا. لازم يجيبوهم، وبارك الله فيك يا سيدي الرئيس ويرحم والديك، راك فرحت الشعب الجزائر والشعب الجزائري راه معاك. لا كلمة اليوم ولا شعر ولا خطبة توفي بلدنا فرحتنا بحريته، فإننا نفاخر الدنيا بأسرها بهذه الذكرى، فهنيئا لنا وطني بك، وهنيئا لك بأبنائك أصحاب الهامات العالية التي ما انحنت إلا لبارئها، فكل عام وشعبنا الطيب بألف خيره.